حبوباتي صباح الخير، صباح لهنا، ان شاء الله تكونوا بيان في صحة جيدة. خياتي زول عليكم، صباح لهنا خياتي. اليوم نظنا نديرو حاجة خفيفة معاكم برك خياتي. داكور حبوباتي، ندير حاجة خفيفة معاكم. أنا واش حابة ندير اليوم؟ شوفوا حبوباتي واش حابة ندير اليوم. اليوم ندير جلبانة مع شوية هذاك الآخر بروكلي، هذاك الزرق كيفاش يقولوا له، فوالا، ومع شوية جوج دو مورسون دو بواسون، فوالا هاويك حبوباتي. نحيتو فريجيدير كونجيلاتور، فوالا. اليوم درت الصيام متقطع خياتي، استعفيت شويه مرضني، دوك نفور هادو ما برك. مي توجور مع ريجي، مانيش ناكل زعما حاجه كيما يقولوا، ونزيد جلبانه. اليوم هذا ما ندير، وعندي حبيبات بطاطا عندهم شحال من شريتهم خياتي في العيد هذا، كي قعدتو هكاك انا قلت اليوم معليش نفورهم برك، ولا ما نقليهمش ولا ونو ناكلهم بلا كسره، بلا خبز بلا كسره، فهمتوني خياتي؟ دونك بلا خبز بلا كسره، وهذا ما كان ناكلوهم غير هكا نفوروهم، حاجه خفيفه برك اليوم خياتي. والله العظيم خياتي بدا وصلت على النبي عليه الصلاه والسلام حبيبنا محمد، نقولوا بسم الله. قلت لكم باش نروح للمارشي خياتي، والله ما قدرت، والله ما قدرت، خلاص او قدامي برك. اليوم راه اليوم الفوت خياتي، يا ربي برك ما يديهاش هذاك اللي يخرج كاع الحراقه منايا، يحب ينحينا الهويه تاعنا وهو ما قبيلي، يعني شوفوا برك خياتي وهو قبيلي بلادي. يا خوتي وين يسكن واحد الدشره، وين بلادو واحد الدشره، واحد الدشره خياتي، تشوفوا واحد الدشره. وكان غير كما يقولوا لها قندوز بلادو، لو كانت تدخلوا لجوجل تجبدوها، يقولوا لها قندوز. وباباه دروك راهو عايش في المروك، في المروك ومفارق مع يماه، فهمتونو؟ فهمتوني خياتي، راني نهضر مع دغما دغبيد هذا اللي يحب لي يحكم الرئيس، هاي يهضر على لي مغربان. حنايا ماناش ملاح، حنا لازم نخرجوا من بلاد هذه. لا هو مانيش عارفه كيفاش جا لهنا، جا هو تاني هكايا، فهمتوني؟ انا كي كنت عمري دوزون كنت هنا في فرنسا خياتي، واختي وانا عندنا لاسوناليتي، بابا يلي فرنسي، وهو كيما يقول ناس في بلاد تاع الوحوش، ما نقولش يعني بلاد الدشرات، بلاد قبائل، وهذا ما كان، فهمتوني خياتي؟ ودروك يقول يهضر على العرب، يهضر على الاخر، وهي هو برك لي مليح، فهمتوني؟ هذه هي واش نقولوا خياتي، الله يهديه ان شاء الله، الله لا يربح لي، ما يربحش ان شاء الله اليوم، او ناضوا كاع الحزبات خياتي. اسمحوا لي راني نهضر لكم، معليش نورمال. انا والله غير على جميع ما عندهمش كواغط مساكن، والله غير يسوفري، والله غير يروحوا، ديجا هم بداو يقتلوا فيهم، راهم بداو. خلينا برك خياتي، ماشي زعما كيما يقول واحد. ولا حبوباتي نغسل هادو حبيبات تاع بطاطا، وانا درت قدره تاعي، هذا ما ندير برك، انا درت قدره تغلي، وانا نغسل البطاطا تاعي، وهذا تاعنا فوالا. واش نقولوا؟ لا ما عندنا واش نقولوا كاع خياتي، والله ما يبانش كحل، هذا كيما يحب يدير.
على حبوباتي حنفورها برك. البطاطا خياتي كي تتعطل برك تعطل شوية برك زعما ندير لا ماسيدوان، ما عنديش هذا هو اللي كاين خضرة برك خياتي فهمتوني، كاينش زروديا ما كانش باش ندير لا ماسيدوان وانا نديرها غير هكا سي بون. ديجا ما ناكلش بزاف خياتي والله ما ناكل بزاف، تجي البنة مليحة ديرلها قارص ولا طوماطيش والزيت حرة هذا ما كان ناكلوه قبل وقت خياتي، شنو قبل وقت كاين كلش ما خرجت برك نشري، على بالكم البارح رحت الوافي شريت كلش لي خصني كاع خياتي، ومن بعد هادي راني كي نسبق خياتي نسبق في جلبانة هادي وباش ندير البطاطا وندير هادوما الاخرين فهمتوني. بون ندير هكا يا برك نحط هذا اليوم بعد نطيبو نديرهم شويه الملح ما ناكلهمش مسوسين خياتي كي نحمو من بعد كي نحمو من بعد باين يا ناس. نسبق خياتي نسبق في الجلبانة والله العظيم مصيبة والله العظيم يا خوتي مصيبة، كيفاش يجيني كحل يجيني فوالا، إلا نقص تعجب إلا خلي تعجب حصلت كيما درتلو برك خياتي حصيلة، هادو كيفوق كاع يفيك هدا بصح أنا واش ندير خياتي نخلي هكايا ندير بطاطا هكايا فوالا منايا هاكي لا طابت البطاطا نحيها هذا شويه ونزيد هذا يا خياتي هكايا نزيدو منايا. ها اليوم الفطور تاعي خياتي حاجه خفيفه برك، وهذا ما كان حنديرلو شويه الملح يعني في ساعه يطيبو. فوالا مرميطه تاعي مش حابه ندير البيض خياتي مش حابه ندير البيض باسكو راني عندي بواسون فوالا خياتي، دونك عندي بواسو ما عندي واش ندير بالبيض، ندير الملح باش يطيبو بالملح فوالا هكايا ما يجيوش مسوسين ماشي بزاف مي راه يروح كاع في الماء. فوالا حبوباتي وانا حنغطيه نغطيه يطيب خياتي للحوت، نديرو فريجيدير الحوت ماشي دروك حتى وين تجي خياتي هنا نفطر ولا باش نديرو فهمتوني. دوك حنرجعو الفريجيدير، هذا هو المحتوى تاع اليوم خياتي اوكي، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. هذا ما كان ونغطيها، هذه هي الاخر تاعها، هذا هو ندير لها شويه الخل وشويه الزيت تاع قبايل، هذا ما كان خياتي فهمتوني، ومن بعد ان شاء الله نتلاقى وطاب ان شاء الله، هاي حاجه خفيفه برك. سلام خياتي.